كده يا ابراهيم افندي؟ طمن يا معلم، جاي باذن الله، جاي باذن الله. الواد اخويا هيروح عوانطه يا ابراهيم افندي. يا معلم تماسك، الله، دي لعبتي انا بقى. الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه، القضيه هتبتدي. تبتدي مين يا معلم؟ ما انتش جانب المحامي بتاعك ولا ايه؟ انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي، ما تفهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت فيك. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تفيده وانا مش موجود، ما تفهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت فيك. ما فيش حكم يطلع من المحكمه مش على مزاجي، الله، ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني. هو كني في قضيه يبقى تنام وتحط فضلك وتديها صيف. فهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت فيك. ايه والبي زعل ولا ايه؟ زعل خد على خاطره منا شويه، من تركيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البي احمد ايه؟ فلته من فلتات الطبيعه، لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاه، ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله، اطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئه المحكمه. ابراهيم القضيه عن ايه؟ الدفاع يا ابراهيم. القضيه عن ايه؟ تفضل يا استاذ. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. تفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، السيد ابراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي، الاستاذ لاجل بختك مركز قوي النهارده. ايوه يا استاذ. ماذا اقول؟ ماذا اقول؟ واي شيء يقال؟ واي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال او لم يقال. الاستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الاستاذ ده فصيح فصاحه. ثم دعوني اتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 والف كلا. فهناك قول وهناك قول اخر. اما بالنسبه لقضيه اليوم التي نحن بصددها، فدعوني اتساءل بكل ما اوتيت من قوه، ماذا اقول؟ ادخل يا استاذ. ادخل فينا يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا استاذ. ان شاء الله حاضر يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم ان المقدمه الايضاحيه مطلوبه يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحه الايضاح يا استاذ احمد. طيب اعيد يا فندم من الاول علشان المحكمه تتابعني. ما فيش داعي يا استاذ احمد، الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يخص الله يخيبك، ده انا بوسع على سبع ادوار يا اخي. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده تعمل كده برضه يا مفتري؟ رجل القضيه لجلسه باكر لسماع شهود الاثبات. والله يستحسن برضه يا فندم.
مين بينده؟ انا بتاع التليفونات جاي من عند صاحب البيت عشان التوصيله. اتفضل يا اسطى. انتوا فين بالظبط يا اخت انن؟ احنا فوق اخر شقه عند السطوح. مين في حيل يطلع السلالم دي كلها؟ يا خرابي، ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد يتهد حيله وتقطع نفسه زي ما حضرتك التليفونات مقطوعه. يا مساعد لطفك يا رب. سلام عليكم يا ست هانم. اكيد تعبان مش كده؟ هي إيه؟ فعلا السلالم بتاعتنا عاليه شويه. هي عاليه يا معلم. يا ست هانم معلش. اتفضل اقعد استريح. اقعد اقعد فين؟ ايوه صحيح، احنا ما عندناش كراسي، اصلنا مأجرين الشقه مفروشه من اول النهارده. ايه مفروشه؟ وهو فين فين الفرش ده؟ يا صاحب البيت هيجيب شوية حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوباية مية تستبل رأيك بيها؟ ربنا يسترك، ربنا يستر عرضك. هاتي لي شفشق. حاضر. شفشق. بس يا خسارة مفيش كوبايات. لكن اسمع، ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفية على طول. حضرتك الأول متأكدة إن في حنفية وفيها مية؟ لا 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 اطمن، مش للدرجة دي. الحنفية قدامك إيه؟ ولسه مالية منها الفاز. مش معقولة. حط بقى التليفون ده في انهي حته يا ست هانم؟ وبتزعق كده ليه؟ معلش غصب عننا، بس اتعودنا على كده من كتر التليفونات البايظه. اقول لك خليها هنا احسن، عشان ناوي اشتري حته موبيليا شيك واحط التليفون عليها. حاضر. ولا اقول لك احسن خليها هنا. هنا اهو؟ هنا اهو. حاضر. اسمع. ايه؟ خليها هنا احسن، بس طول السلك عشان يوصل الشقه كلها. مين بينده على الاستاذ احمد المحامي؟ طلعه فوق. فوق فين؟ اخر دور. حاضر. كويس انك جيت راكب توصيله التليفون دلوقتي. اشمعنى؟ عشان تدق زي ما انت عايز، لان بعد كده هنراكب ورق الحيطان. ولا مؤاخذه حضرتك والبيه منقولين من بلد تانيه؟ منقولين ايه؟ ده احنا لسه متجوزين في شهر العسل. ربنا يسعدكم يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضه تاخدوا شقة مفروشة، دي أكيد غالية. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقة فاضية، هكون أنا بقيت عانس وهو طلع على المعاش، يبقى بلاش نتجوز بقى. من مهلك يا رب. ميرسي أوي. يا سلام على رقتك يا ماما. ايه؟ مش فاهمه. بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضه مش فاهمه. بيسال حضرتك يلزم خدمه تانيه؟ فهمت. دقيقه واحده يا حاج. متشكرة أوي. إيه متشكرين؟ إذا عطت ورد تاني ما تبعتولناش.
من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ أفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما ابقى عصبي اروح مكسر اي حاجه قدامي؟ طوالي. اه، وانت لما هتتنرفز انت كمان هتكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا. اتفضلي اتفضلي تعالي استريحي. اتفضلي اتفضلي. اه يا ماما اتفضلي. اه ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكدوزه لماما من تحت. ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه ودي تيجي برضو. يلا يا حماده. إذا كانت صاحبة الشأن نفسها بتقول لك مش عايزة. مش كده. وزة فرزان أكيد تعبتي مش كده؟ أيوة يا بنتي. مش تقولي إنك ساكنة في البرج. وأنا لقيت غير كده يا ماما وقلت لأ وما سكنتش. أمال أمال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت أوضة النوم بكرة وإحنا هنكمل الباقي. آه. بكرة. ودي شقة دي تديك فيها 60 جنيه؟ اوعي تقولي الكلام ده لأحمد الحسن ده على الآخر. طبعا أنا فهمته إنها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها؟ وإيه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي إيه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها إيه يعني؟ اعتبريها ديكور. المرة الجاية لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقة من حلاوتها. أنا هو أنا فيا صحة عشان أجي لكم هنا تاني؟ على إذنك يا أختي أنا ماشية. إيه يا ماما مش معقولة رايحة فين؟ يا أختي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جاية عشان خالتك تعبانة شوية. قلت أروح أشوفها وأفوت أبارك لك على الشقة. ما كنتش عارفة المصيبة اللي أنت عايشة فيها دي. فبتتعشي معانا بكرة؟ أنا ماشي معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. حاضر. مع السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي. ده سيمي. مش لما داب في روحي الاول؟ اخفى عليك. خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ عيد فايده حبينا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. اه ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها جنان جنان. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس ولا اقف قدام القاضي زي الطربش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. اه جواز تقليدي يعني؟ هو الجواز كمان حطوه على درجات؟
ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوفي ايه؟ يا حبيبتي أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من خلالي. قوم بلاش كسل، الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعًا. صاحب الشقة دي. ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت؟ من النهارده، وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوفي قله الحياة. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت، وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت، من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوه؟ لا يا ماما متشكر. يا ما لقيتش ما عندناش لا بن ولا ميه. بتتكلم؟ حتى الحرامة ضربت معاه الصحوبية. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمة. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور مأجر لنا الشقة دي ب60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزة؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم، اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبيع على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم، تكسفنيش. ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من اهلي. من حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامه. انت واقفه تتسالم على الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ دمنهوري مين؟ جرى اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في السطح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه، يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متقدر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقومي تخليه يعمل شقتنا كوبري. الناس لبعضيها،
النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت، جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق. والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا المتهم الواقف أمامكم، إن هذا المتهم الواقف أمامكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ لا مؤاخذة يا فندم، أصل يعني إمبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهارده تضيعوا في البرد والأكل والأكل. أصل ساعات البيت يعني الإزاز مكسورة يا فندم. الإزاز يا فندم الإزاز مكسور، والأوضة أصلها من هواء. وهو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. إيه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام أنت مجهولي. يا أستاذ ركز في القضية اللي قدامك. اقعد استريح على مسألة الشاهد الأول. نادي على الشاهد الأول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم أقول الحق. رفعت الجلسة. يستحسن برضه يا فندم. متشكرة قوي. مع السلامة.